ميدان الاستعراض العسكري بقوة السلطان الخاصة شهد احتفال قوة السلطان الخاصة بيومها السنوي وتخريج دفعة جديدة من الجنود المستجدين. أقيم الاحتفال تحت رعاية معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وعدد من قادة قوات السلطان المسلحة وجمع من منتسبي قوة السلطان الخاصة. برنامج الاحتفال تضمن مجموعة من المهارات الميدانية حيث قدم منتسبو الدفعة المتخرجة استعراضا في المشاة العسكرية بالنظامي المسير البطيء والسريع حاملين راية قوة السلطان الخاصة. كما شمل برنامج الاحتفال توزيع الجوائز على أوائل الدفعة المتخرجة. بعدها أدى الخريجون قسم الولاء ونداء التأييد وهتفوا ثلاثا بحياة حضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. وقام معالي الفريق أول راعي المناسبة بتقليد ميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني لعدد من منتسبي قوة السلطان الخاصة. وفي منطقة البيان العملي شاهد معالي الفريق أول راعي المناسبة والحضور جانبا تطبيقيا لأحد مهام وواجبات قوة السلطان الخاصة. كما أقيم على هامش هذه المناسبة معرض ثابت لعدد من أسلحة ومعدات قوة السلطان الخاصة. وهكذا تواصل قوة السلطان الخاصة تعزيز قدراتها وإمكاناتها لتكون رافدا آخر لأبناء هذا الوطن العزيز، وهم يتشرفون بالانضمام إليها جنودا أوفياء لجلالة القائد المفدى حفظه الله ورعاه، وسياجا منيعا لتراب هذا الوطن الأبي. من ميدان الاستعراض العسكري بقوة السلطان الخاصة، النقيب سعيد بن حمد الغيلاني.